الرحمن الرحيم. معكم دكتور غالب الدعامي، استاذ الاعلام في جامعه اهل البيت. اتحدث اليوم عن امتحان اللغه الانجليزيه المرحله الثالثه بكالوريا، امتحان اللغه الانجليزيه. عن نفسي وصلتني الاسئله الساعه الثالثه ليلا عن طريق فاعل خير، واحد من البيجات. اسئله تماما 100% مطابقه لي اللي جت بالامتحان اليوم. مريت بالصدفه شفت الطلبه طالعين المدرسه، شفت الاسئله مالتهم تماما هي لا اختلاف. معقوله وزاره التربيه وصلت لهالمرحله من عدم الثقه؟ معقوله ضمائركم خلتكم تسربون الاسئله وبالتالي المجد والمتميز تكون درجته اقل من درجه اللي نايم للظهر وياخذ الاسئله؟ انا متاكد هالاسئله ما سربت للفقراء، سربت لشخصيات، لابناء مسؤولون، مسؤولين، لابناء وزراء، لابناء نواب، الله العالم. المهم سربت. زين هذا الطالب تعلمونه من الثالث متوسط على الغش شنو راح يكون؟ وبعدين ياخذ السادس هم تطلعون الاسئله. وهم ياخذ امتياز، ياخذ 100 درجه وينقبل كليه الطب ويعالجكم ويعالج ابنائكم. هي هذا الدوله وصلت لهالمستوى بزمنكم؟ والله يفترض ان يقال وزير التربيه، ويقال مدير الامتحانات بوزاره التربيه، ويقال كل شخص له علاقه بهذا الموضوع، ولا تظلون تسكتون. هاي للاسف الشديد وصلنا اليوم احنا بهذا الفعل وغيره الى الدوله الفاشله والمنتجه للفشل. بجهودكم وفضلكم وصلنا لهذه المرحله المأساويه، وشكرا جزيلا.